هذا الذي نراه الآن بعالم الغيب، فالمكان مختار اختيارا ربانيا، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي مأمورة إلى أن تصل إلى مكان معين. والمحراب في تاريخ المسجد النبوي الشريف يعني المكان الذي يقف فيه الإمام ليؤم المسلمين في الصلاة. فأول مكان وقف فيه أفضل إمام وأكرم إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا المكان الذي نحن فيه الآن. فالمكان الذي نحن فيه الآن موصوف بدقة في تاريخ المسجد النبوي الشريف، أنه يحاذي دكة التهجد وعلى بعد 5 أساطين من أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا المكان وقف النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين منذ تأسيس المسجد النبوي الشريف إلى أن تحولت القبلة. فيما بعد أصبح مكانا للصفة، ثم زيد في المسجد بعد ذلك إلى أن وصل بداية الحصوة أو ما يعرف في تاريخ المسجد النبوي الشريف بالبطيحة. حولت القبلة بأمر من الله سبحانه وتعالى، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المكان عند اسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها، ويعد هذا المكان هو المحراب الثاني. وهذا المكان يمتاز بأنه مجاور لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة. والمصطفى عليه الصلاة والسلام كل ما اتصل به وثقه العلماء رحمهم الله، لذلك حتى وإن كان بقي مدة قصيرة إلا أنه وثقت تاريخيا، وحافظت عمارة المسجد النبوي الشريف عليها عبر العصور إلى اليوم. ثم انتقل المصطفى عليه الصلاة والسلام من الموضع الثاني عند اسطوانة عائشة إلى هذا الموضع النبوي المبارك، حيث يعد هذا المكان هو المحراب الثالث تاريخيا، وهو مكان وقوف أكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام إماما بالمصلين، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله وسلم وبارك عليه. وحافظ العلماء رحمهم الله عبر العصور، هناك تناغم في عمارة المسجد النبوي الشريف بين المهندس المعماري وبين العالم، فلذلك كانت أي إجراء يحدث عبر التاريخ في أي شأن من شؤون عمارة المسجد النبوي الشريف يحضر العلماء كما يحضر المهندسون والمعماريون، فوثقوا هذه المنطقة بعلامة. هذه العلامة بقيت إلى عهد الإمام السمهودي، تأثرت قليلا ونزلت أشبه بحفرة، ثم بعد ذلك لما جاء الأشرف قايتباي رحمه الله بنى هذا المحراب الذي حافظت عليه الدولة السعودية أيدها الله في عمارة الملك فهد، ووثقت هذه الحفاظة على هذا التراث الأصيل. وهذا امتدادا لما شرعه الملك عبد العزيز بالإبقاء على ما جرى عليه العمل في المسجد النبوي الشريف. فيعد هذا المكان هو أشرف مكان وأنور مكان لخير خلق الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثالث تاريخياً.